السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام يا ألمى، ما شاء الله ملامحك الليلة ما باهتة. ما قلت لك عيونك دي ما حاشوف فيها حزن؟ أهوريني، كتبت أي شيء وحركتي وحسيتي بشنو؟ أحكي لي. قعدت في زاوية براي، كتبت أي ذكرى كعبة، أي خزلان، أي موقف صعب مرة بي في حياتي. أثناء ما بديت أكتب، أي موقف كان بيتكرر لما كتبته وجعني شديد. بكيت لما قلبي وجعني، بس لما بديت أحرق أي سطور اتحرق اتحرق جواي. بعد ما حرقتهم طيرتهم في الهواء، حسيت بنفسي مرتاحة، وحسيت نفسي تنفست طبيعي، وحسيت في حاجة ثقيلة شديد اتشالت من قلبي. اتذكرت كلامك وعينت نفسي بالمراية، قلت يا ألمى انتي ما عندك ذنب والغلط ما فيك، اما بالنسبة للمجتمع خليهم يتكلموا، اجر عظيم لك. اول مرة احس نفسي فخورة بنفسي، حبيت نفسي شديد لاني قويت رغم الصدمات. حسيت نفسي بدأت صفحة بيضة جديدة، واي خطوة فيها هاخطيها بحذر. انا ما حابة اغلط زي امي وابوي، انا حابة اعيش حياة ربنا راضي عنها، وإن شاء الله ربنا يكتبها لي. شكرا كثير يا دكتور على وقوفك معي، بسببك قدرت أقف على رجولي. يا سلام، أيوة دي ألمى اللي كنت حابة أشوفها، قوية متفائلة متوكلة على الله. تشكريني على شنو؟ أنا بشكر الغدر اللي بسببه تعرفت عليك، بجد مختلفة بريئة في زمن إذا عدمت فيه الإنسانية. ألمى حابة أقول لك حاجة، وما عايز رد لو ما فكرت كويس. أنا عايزك بالحلال، أمي وأبوي متوفين، حابة أكمل حياتي معك. كنت عايز واحدة تقول لي حنان أم وزوجة، وانت فيك كل الصفات الحلوة، حابة أكون بداية ورقة حياتك ونهايتها، فكري وردي لي. أنا ما أعرف أقول شنو، بس أنا انت شنو؟ انت حلوة بكل تفاصيل، عرفت كل حياتك من لسانك، متقبل ومستعد بكرة أمشي لماماتك معاك، بس حابة أديك فرصة تفكري، أرجوك تجيني بالرد. طيب أنا حامشي، والخير في مختاره والله، في أمان الله.